السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار مساء الجهة الكرام، في إطار انفتاحي عن جماعة الرباط والاقتراب أكثر من مستشاريها وفعالياتها، يسرنا أن نستضيف الحاج سعيد الترابجي، واحد من المستشارين ورئيس فريق التجمعي بمجلس جماعة الرباط. نعم سي سعيد الترابجي، بداية كيف تقدمون نفسكم لقراء ومتتبعي الموقع الإلكتروني مساء الجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين. سعيد التونارتي، النائب الأول لمقاطعة يعقوب منصور ورئيس الفريق التجمعي بمجلس مدينة الرباط. بداية أتقدم من خلال منبركم هذا مساء الجهة بخالص العزاء والمواساة لأسر شهدائنا ضحايا الزلزال الذي أصاب إقليم الحوز، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين والمرضى. نعم سي سعيد، الحدث البارز بمجلس جماعة الرباط وهو الأسبوع الماضي جرى انتخابكم رئيسا لفريق مستشاري التجمع الوطني الأحرار بالرباط. هذه المبادرة يتساءل الرأي العام الرباطي عن دوافعها وعن خلفيتها. فعلا الكل يتساءل عن إعادة تجديد الفريق، وهذه ردة فعل لعدم رضا جميع أعضاء الفريق بالمجلس وجميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، على التسيير المختل والمعتل الذي تجاوز حدود المعقول والمقبول بمجلس مدينة الرباط. وكان هذا قرار منا لإسدال الستار على سنتين من الغموض في التسيير والتدبير الريعي والصراعات والخلافات التي عصفت بهذا المجلس بشكل دائم ومستمر بين العمدة والمستشارين والموظفين والمواطنين، واتخاذها قرارات انفرادية متسرعة مع الإقصاء المتكامل لأركان التحالف لنوابها ورؤساء المقاطعات وجميع مكونات المجلس. نعم سيد الرئيس، هذا الجواب يجرنا للحديث عن مستقبل هذه المبادرة. إن شاء الله نحن نخطط لمستقبل هذه المبادرة لتكون خريطة الطريق لمستقبل جيد لمدينة الرباط. وما يهمنا في هذه المرحلة كفريق التجمع الوطني للأحرار ترميم ما يمكن ترميمه من تصدعات مع جميع الفرقاء السياسيين ومكونات المجلس الذي نكن لهم كل التقدير والاحترام، لتوحيد الرؤية والتصور وتحديد بوصلة الوجهة والتوجه، والعمل على وضع خريطة الطريق للخروج من هذه المتاهة المزمنة من الأزمات وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار السياسي لمجلس مدينة الرباط. وينصب التركيز حاليا التواصل مع قيادة الحزب التي نتمن ونقدر جهودها السابقة لرأب الصدع ووضعها في الصورة بشكل دقيق ومتكامل ومفصل للتعامل والتفاعل بشكل جاد مع هذا الوضع المتأزم
واتخاذ الخيار الحاسم والحازم لخلق الاستقرار لمجلس العاصمة بشكل نهائي ودائم، لأننا نريد العمل في أجواء إيجابية وألا نستهلك طاقتنا في الصراعات والخلافات التي لن تعود بالنفع على العاصمة. نعم سيد الرئيس، لم تقربنا أكثر من نوعية المشاكل التي خلقت هذا الشرخ في مجلس الجماعي الرباط. هناك عدة مشاكل، مشاكل لا نهاية لها ولا تعد ولا تحصى، التي صنعتها العمدة للمجلس. منها مشاكل مع الموظفين باتهامهم بالأشباح، 2400 موظف شبح، العديد من الموظفين مستحقين لتعويضات الأعمال الشاقة لم يتوصلوا لتعويضاتهم، الاستبداد وتعنيف الموظفين بالكلام النابي، زيادة على الاستفراد بجميع القرارات دون العودة إلى المكتب المسير أو دون العودة إلى رؤساء المقاطعات ودون العودة إلى فريقها للتشاور معهم، قرارات انفرادية عاصفة بالمجلس، اتخاذ قرارات انفرادية في الرفع من القيمة الجبائية، وهذا ما خلق عدة مشاكل بالعاصمة. الآن عدة مقاهي ومحلات تجارية تريد العصيان وإقفال محلاتها، وهذا سيتسبب في بطالة زيادة عن البطالة الموجودة في الرباط التي لم تجد لها حلول، بالإضافة إلى التراجع عن المكتسبات السابقة من المجالس السابقة في الديمقراطية وفي التعامل مع الموظفين وغير ذلك، بالإضافة إلى السفريات. أصبح مجلس المدينة أنكس تابع للخارجية. احنا نريد حل مشاكل الداخل موجودة في مدينة الرباط وليس الخارجية. الخارجية عندها وزارة ديالها اللي كتسيرها. القرارات المتخذة عصفت بالمجلس، ولكن ما أقول لك وأختبئ، من يزرع الريح يحصد العاصفة. نعم سي سعيد، رأي العام المحلي يتساءل، أنتم مقبلون على دورة استثنائية بتاريخ 26 من الشهر الجاري، هل ستحضرون هذه الدورة أنتم وحلفائكم؟ ولا سيما بأنها دورة مصيرية وتهم مناقشة مشروع تصميم التهيئة الجديد. بالفعل سؤال هام. سنحضر بالدورة جميعا ولأن الموضوع موضوع إعادة التهيئة بالرباط موضوع بالغ الأهمية، وبأننا ملزمين اليوم كمستشارين نمثل ساكنة الرباط أن نقدر الأمور حق قدرها وأن ننخرط جميعا في صلب المشروع التنموي الجديد لتهيئة مدينة الرباط، والتي رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره منذ إطلاق مشروع مدينة الأنوار لتضاهي العاصمة عواصم العالم في رقيها وجماليتها، وأن نكون حيث يجب أن نكون بجانب السيد الوالي لتنزيل وإنجاح هذا المشروع الهام الذي سنفتخر به جميعا إن شاء الله، مع العمل بالتوازي مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي
والمقاربة الاجتماعية للمواطنين الذين سيشملهم المشروع، وتطبيق العدالة العقارية لتشمل جميع الأحياء بالعاصمة، ليكون الجميع رابح، لأن كرامة البشر أهم من بناء الحجر. نعم سيد الرئيس، حضرت معكم لدورة شوتنبير لمقاطعة يعقوب منصور، وكنتم قرأتم توصية رفعتموها للمجلس الجماعي للرباط سيتداول فيها في دورة 26 من الشهر الجاري. هذه التوصية تهم مقترحاتكم بخصوص تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط، ماذا تنتظرون منها؟ فعلا اتخذنا عدة مقترحات كمستشاري مقاطعة يعقوب منصور في إطار إبداء الرأي، ورفعنا الملتمس لمجلس المدينة لتضمين مقترحاتنا في الملاحظات المسجلة، وسننتظر من المجلس الجماعي إن شاء الله في الدورة الاستثنائية أن يتفاعل بشكل إيجابي مع ملاحظات المستشارين وكذلك ملاحظات الساكنة.